يسعدني أن أعلن أننا سوف نعقد جلسة حول دور البنوك متعددة الأطراف في تقليل الفجوة الخاصة بالبنية التحتية. يسعدني أن أدعو إلى المنصة السيد سليموليان اندرافاتي ووزير المالية بإندونيسيا، السيد ميما شمشك محافظ AIB ووزير الخزانة التركية، السيد حسين لي توكاماتشو عضو الهيئة الاستشارية AIB والسكرتير السابق للمالية بالفلبين، السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكميسر الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة السيد الرئيس، هي دي جلسة حوارية. أنا بستأذن. I'm gonna speak in Arabic, so please use the translation. دي جلسة حوارية عن يعني دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص عشان يلعبوا دور في الاستثمار في البنية التحتية عشان يقدروا يساعدوا في عملية التنمية وخلق فرص العمل. الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية في معظم دول العالم وخاصة الدول النامية هي أكبر بكثير مما قد تغطيه أو تقدر عليه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف مفرده. لذلك بيشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية في تلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، ولكن لأسباب عديدة ليس من السهل دايما الاستفادة من رأس المال الخاص لتحقيق ذلك. هنا تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف زي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن يلعب دور محفز في زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار في التنمية الاقتصادية وخاصة البنية التحتية وخاصة في الدول والأسواق الناشئة والنامية. عشان كده إحدى الأولويات والأهداف الموضوعة والمنصوص عليها في الاستراتيجية الخاصة أو الاستراتيجية الخاصة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن البنك بيستهدف تعزيز الموارد المالية الرأسمالية للقطاع الخاص اللي ممكن تمكنه وتحفزه للاستثمار في البنية التحتية. عشان كده بيستهدف البنك إلى تعزيز جهود تعبئة رأس مال القطاع الخاص من خلال استفادة من قدراته التمويلية لتعزيز ودعم الاستثمار في البنية التحتية كأصول مهمة ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي. الجلسة هي جلسة نقاشية وفرصة عشان نقدر نتعرف من ضيوفنا الكرام عن الكيفية التي يمكن بها للبنوك التنموية وخاصة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وغيره من البنوك متعددة الأطراف أنها تحقق أهدافا متمثلة في إنشاء نظام معلوماتي ونظام مناخي مناسب للأعمال والتحفيز المالي بيمكن رأس المال الخاص أنه يلعب دور أكثر وضوحا في تمويل البنية التحتية يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف بلداننا وأيضا يستطيع تحسين حياة معيشة المواطنين وخلق فرص العمل. أنا هبدأ السؤال الأول للأستاذ حسن علام وهو المدير التنفيذي لشركة حسن علام القبضة. سؤالي لحضرتك، حضرتك شاركت في استثمارات
في البنية التحتية في مصر والفترة طويلة. كيف تستطيع أنك تقيم الفرص والتحديات اللي بيواجهها القطاع الخاص في مختلف القطاعات التي استثمرت فيها؟ وكيف ترى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في أنها تلعب دور متزايد في أحداث التنمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بهذا الدور؟ Thank you. شكرا. أنا هستأذن سيادتك هرد بالإنجليزي عشان هذا الحضور. نمرة واحد أو يعني to start off the conversation. كبداية للحوار فإن أفريقيا والشرق الأوسط هي موطن لحوالي 1.5 مليار شخص، ومتوسط العمر هو 19، وهذا يعني أن هذا جزء من العالم يسمح بالاستثمار في البنية التحتية، وهناك طلب متزايدا على الاستثمار في البنية التحتية وبنمو متزايد، وهذا للتغلب على سنوات من التجاهل وعدم الإنفاق على تلك المشاريع المهمة في الصحة والتعليم وغيرها من الجوانب المهمة. ودور القطاع الخاص واضح في هذا الشأن، والفرصة متاحة والطلب متاح أيضا، لأن هناك عدد كبير من السكان ويحتاجون للخدمات، ولكننا الآن متأخرين بسبب التأخر في التنمية بسبب ما حدث في الأعوام الماضية. بعض الدول قد حدث لديها تسارع في هذا النمو مثل مصر، واستطاعت أن تقلل هذه الفجوة وهي الآن في مكانة ريادية، وبعضها تأخر. إذن الفرصة متاحة، والتحدي الرئيسي هو أن نكون قادرين على خلق برامج تسمح بهذه الشراكات الخاصة لأن يتم تفعيلها وأن تستمر بشكل متسارع بناء على ما تحتاجه المجتمعات. إذن أحيانا نشعر أن الفكرة موجودة وتحويلها من مفهوم إلى الشكل العملي قد يستغرق وقتا، وهذا قد يغير ديناميكيات المشروع، وأحيانا يتسبب في عدم تنفيذ المشروع في الوقت المناسب. إذن لكي نستجيب للنصف الثاني من السؤال، فإننا نعلم أنه في الواقع الطلب موجود، والقطاع الخاص يسعد كثيرا بالاستثمار ومستعد للمشاركة، وأيضا البنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات، ويمكن أن تساهم في تقديم تمويل يقلل المخاطر، وتكون هناك العديد من الضمانات السيادية. وأخيرا فإن يتم تقليل الفجوة بين ما يحتاج أن يرى القطاع الخاص وأن يستفيد منه وما تحتاج الحكومات أن تحققه في مجال التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا. يعني حضرتك أشرت إلى عدد من التحديات، وأيضا إلى أنه حاجة إلى أنه البنوك التنموية تلعب دور في تسهيل وتخفيف هذه التحديات. أنا هاخد نفس السؤال لمستر أو الأستاذ غوزيه ليتو كوماتشو، وهو وزير المالية الأسبق لدولة الفلبين. ويعني حضرتك شغلت منصب وزير مالية في الفلبين، ولكن حاليا الآن بتعمل في القطاع المالي الخاص. أنت على دراية بإمكانيات وقدرات الدول في تمويل احتياجات مواطنينها من البنية التحتية، وفي نفس الوقت انت على دراية على الجانب الآخر توقعات المستثمرين واحتياجاتهم. وبنسألك يا ترى كيف تعتقد ان رأس المال العام والخاص ممكن ان يعملوا بشكل افضل او بشراكة افضل، بحيث يستطيعوا ان يسدوا هذه الفجوات الهائلة في تمويل البنية التحتية، وفي نفس الوقت لو احنا بنسأل البنوك متعددة الأطراف وخاصة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ايه يعني اللي ممكن يقدموه أكتر عشان يقدروا انهم يشجعوا الشراكة في هذا المجال ما بين القطاع العام والقطاع الخاص؟
شكرا جزيلا سيد الوزير على هذه الفرصة لكي أشارك معكم الملاحظات والآراء الخاصة بالقطاع العام والخاص. وكما أشرت آنفا فإني أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية وتستلزم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأود أن أشير بشكل خاص إلى الحكومات والتي تمثلها وأيضا أتحدث هنا عن المؤسسات والتي تعمل في هذا التعاون ولكي تلاقي التوقعات الخاصة برأس المال الخاص. وأعتقد أن رأس المال الخاص من المهم له أن نحدد أن هناك نوعان، هناك مستثمرين استراتيجيون وأيضا هناك مستثمرين ماليون مثل البنوك وأسواق رأس المال. وأعتقد بالنسبة للحكومات فإنني أود أن أقول أن توقعات رأس المال الخاص أن الدول والحكومات يجب أن تقدم مناخ استثماري مناسب يتم حماية المستثمرين فيه وأن يكون الأمور واضحة ومستقرة، والأهم أن يتم تطبيق المعايير بشكل مساوي وبشكل عادل لدى الجميع حتى يتم الاستثمار الجيد في البنية التحتية. أعتقد أنه بالنسبة لأغلب الحكومات فإن عليها أن تشجع هذه الشراكات العامة من خلال إنشاء برامج تشمل العديد من الاقتصاديات، ويكون هناك العديد من الجهات التي تدعم برامج بي بي بي، وبالتالي يكون من الواضح أن التوقعات لدى الجانبين يتم تحقيقها وأن نعرف ما هي الشرائح التي تود الحكومات أن تتعامل معها فيما يتعلق بالبنية التحتية. وهناك العديد من الأمثلة في كل أنحاء العالم تتعلق بهذا الشأن. النقطة الثالثة التي أود أن أشاركها معكم وبصفة خاصة، هل هناك فرص للحكومات أن تقدم أطر قانونية تسمح أنه إذا ما كان هناك تدفق كثير للأموال هل تستطيع الدول أن يكون لديها أطر قانونية تسمح لها بتأسيس صناديق ائتمان تسمح بانسياب رؤوس الأموال والتي تقدم إلى من خلال القطاع الخاص؟ إذن هذا أمر هام جدا يجب مراعاته، وأعتقد أنكم قمتم بعمل رائع على مدى 8 سنوات، ولكن هناك المزيد الذي يمكن أن تقدمونه. أعتقد أن الجزء الأهم والذي يمكن أن تقوم به المؤسسات هو أن تقلل الفجوة بين خطر إقامة المشروعات والخطر الذي يستطيع القطاع الخاص تحمله. فالقطاع الخاص لا يستطيع تحمل كل الأخطار التي تحيط بالمشروعات. على سبيل المثال هناك الكثير من الأسواق في الاقتصاديات الأقل نموا يكون القطاع العام لا يستطيع أن يكون موجود لأنه لا يستطيع أن يتحمل هذه المخاطر. وبالتالي هناك مؤسسات تستطيع أن تقدم وأن تسهم في المساعدة في دعم هذه المشروعات. على سبيل المثال فيما يتعلق بالبنية التحتية فإن المرحلة الخاصة بالإنشاء هي ليست المرحلة التي يستطيع القطاع الخاص أن يمتصها وأن يكون بها، وبالتالي هنا يستطيع القطاع العام أن يتولى هذه المسؤولية. الأمر الكثير من المشروعات تستغرق وقتا طويلا في إنشائها، وهذا أمر غير مرحب به بالنسبة للقطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تكون هناك مؤسسات أخرى تتولى هذا الأمر. المخاطر الخاصة بالعملة المحلية هي أيضا أمر مهم. القطاع الخاص لا يستطيع تحمل هذه المخاطر، ومرة أخرى نحتاج أن يكون هناك تدخلا لتقليل هذه الفجوات. وأيضا هناك المخاطر السياسية وهي تلعب دورا مهم بالنسبة للقطاع الخاص ورأس المال الخاص.
هناك دور مهم أيضا تستطيع المؤسسات القيام به، هي أن تقدم الأطر القانونية التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل، ويجب أن تناصر الحكومات والدول الأعضاء لكي تخلق هذه الأطر، وأن تساعد في لعب دورا في مساعدة المستثمرين. وكما ذكرت قبل ذلك، أعتقد أن البنك الآسيوي للاستثمار يساعد في تقديم التمويلات، وأود أن أراه يتحرك لما هو أبعد من ذلك، وأن يكون لكم دورا أكثر نشاطا. إن الأمور والمحددات الخاصة بالاستثمار تعتمد على القيم الخاصة، وهذا الخاصة بصناديق الأسهم، وهذا أمر مهم. وبالتالي أنا أشجع البنك الآسيوي وغيره من المصارف الائتمانية لأن تلعبوا دورا أكبر في دعم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، وليس فقط المشروعات الخاصة بصناديق الأسهم، لأن هذا يساهم في تطوير مهمتها. وشكرا. أعتقد السيد خوزي قد وضع لنا بعض الأسس الأساسية التي يجب التزامها، وقد ذكر أيضا العديد من العناصر التي يمكن أن تساعدنا في ضمان أن الشراكات بين القطاع الخاص والعام يمكن أن تتم بشكل أفضل، وأن يكون هناك المزيد من الدعم من المصارف الائتمانية متعددة الأطراف. الآن أنتقل إلى السيدة سيري مولياني، زميلة صديقة عزيزة ويعني وزيرة مالية الدولة، وتعتبر أحد صانعي السياسات المالية في واحد من أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها ديناميكية في آسيا. ويعني هيبقى سؤالنا ليها يعني إيه أولوياتك السياسية الرئيسية اللي بتقدري من خلالها تقدري تجذبي وتسهلي عملية الاستثمار الخاص في البنية التحتية، خاصة يعني يمكن حضرتك ترأستي مجموعة الـ20 العام الماضي، وده كان برضو أحد الموضوعات إزاي المالتي ناشونال MDBs إن هي تستطيع تحرك التمويل للقطاع الخاص، يعني بحيث إنه يقدر يساهم بدور أكبر وأكبر في مجال التنمية. ويعني بالنسبة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنوك المتعددة الأخرى، برضو من وجهة نظرك ما هو اللي ممكن اللي انت شايفاه ما زالت يعني متطلعين ممكن تعمله في الفترة القادمة، وخاصة البنك الآسيوي في ضوء التحدي الكبير في عدم قدرة موازنات الحكومات انها تضخ استثمارات أكتر في البنية التحتية، وفي حاجة إلى أنه الـ MDBs يساعدوا القطاع الخاص أن هو يلعب دور أكبر في هذا الأمر. فتفضل. Thank you very much, Minister. جزيل الشكر معالي الوزير محمد معيط. أولا وكما ذكرت ربما في كلمتي سابقا فيما يتعلق بمنظور القطاع الخاص، فيما يتعلق بأولويات سياسية لكل حكومة حتى نكون قادرون على أن ندعو العديد من الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص، وكما تعلمون هي الأكثر تعقيدا. إذن أولا علينا أن نقدم الأطر التشريعية والسياسية والتي كما يعني تحدث فيها الزملاء السابقون، هو في هذا الشأن علينا أن نقدم مثلا ما هي أطر السياسية التي يمكن تقديمها، لأنه دائما الدول تعلم ما تقدمه ولكن ربما لا يعلمون كيف يقدموا هذا وكيف يوفروا هذا. إذن كيفية معرفة تطبيق هذا يعني أن يكون هناك بعض النواحي والقدرات السياسية والفنية. إذن فيما يتعلق بتقديم البيئة التمكينية التشريعية لابد أن تم التعرف عليها وكيفية التعرف على تنفيذها بدءا من البيئة التشريعية
البناء المؤسساتية وأن يكون هناك استمرار في تنفيذ هذه التشريعات. هذا أمر مهم للغاية. أيضا كما تعلمون في العلاقة بمصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكنها أن تقدم من خلال مؤسساتها وطبعا البنك الآسيوي، بالأخص عندما نتحدث عن يعني مشروعات مختلفة يمكن تمديد هذه المشروعات. ثانيا كما نعلم جميعا أن القطاع الخاص لديه عدد من المخاطر التي يتعامل معها، ودائما ما يكون هناك فجوة ما بين أنشطة القطاع العام والبنى التحتية مع قدرات القطاع الخاص في كيفية التعامل وتحمل هذه المخاطر. ولذلك كما كنا نتحدث السياسة والأولويات السياسية بما في ذلك مثلا إندونيسيا كانت دائما تعمل في هذا النحو. نحن قمنا بخلق مهمة مع وزير المالية حتى نتمكن من تأسيس بعض الصناديق الخاصة بمشروعات، لأننا نعلم أن هناك مشروعات تحتاج إلى التطوير والتنمية، ولكن هذا يأخذ وقت ويتطلب مزيد من الخبرات الفنية. إذن علينا أيضا أن هناك بعض من الاختلافات، ولكن لابد أن نكون قادرون على تقديم عدد من السندات والأدوات مثل سد الفجوات، والتي من خلالها يمكن أن نقوم بالتعامل مع مشكلات تحمل المخاطر مع القطاع الخاص، وأيضا العوائد الاقتصادية على المشروعات ذات الصلة. أعتقد أن فكرة المصارف الائتمانية والمتعددة الأطراف جنب إلى جنب مع البنك الآسيوي يمكنهم أن يقوموا بلعب دور محوري، لأن دائما الحكومات بالأخص في الدول الفقيرة نجد أنه ربما لا يكون هناك يعني قدرة غير قوية للائتمان، ولذلك هناك حاجة لتقديم الدعم من بعض الجهات مثل البنك الآسيوي ومصارف الائتمانية ومتعددة الأطراف. ربما كان يكون هناك سجلات مختلفة للدول المتقدمة، ولذلك وجدنا أنه لابد أن يكون هناك عدد من الأدوات الأخرى يمكننا أن نقدم من خلالها التمويل وسد الفجوات. هذا من شأنه أن يخلق نوع من التشابك ما بين التعطش السوق الخاص بالاستثمارات مع القطاع العام. هذا ما يستطيع البنك أن يقدمه، يقدم العديد من الأدوات المختلفة حتى تلعب دورا رئيسا في تقديم هذه السوق. النقطة الثالثة كما نعلم أن هناك العديد من البنى التحتية والتي تعتبر أن لديها عوائد من العملة المحلية، سواء كان مثلا من أجهزة الاتصالات أو الكهرباء والمياه وما إلى ذلك. ولذلك نرى أن هناك فجوة ما بين العملة المحلية والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على معدل العوائد أيضا وعلى جدوى المشروع. لذلك يستطيع البنك الآسيوي من خلال العملات أن يقدم بعض من الاستقرار وسد ورد الصدع ما بين هذه المخاطر. كما تعلمون دائما القطاع الخاص قد يمضي 7 أو 8 أعوام في مشروعات، ولكن لن يمضي قدما أكثر من ذلك إلا إذا كان هناك بعض من العقود والسندات التي تضمن له حقوقه من جانب الحكومات. إذن هذه البيئة مليئة بالمزيد من النقاط الهامة، وتلعب طبعا من خلال البنوك وبالأخص البنك الآسيوي دور رئيسي في البنى التحتية. نحن طبعا نتحدث عن البيئة والبنى التحتية، ولكن في الوقت ذاته لابد أن يكون هناك ما نسميه بنية فوقية مقبولة من جانب القطاع الخاص واهتمامته، وفي الوقت ذاته لابد أيضا أن تكون داعمة وذات جدوى للقطاع الخاص. نحن من وجهة نظر دائما يكون لدينا وجهة نظر مختلفة عن القطاع الخاص، ولكن لابد أن يكون لدينا دمج في الرؤى حتى نتمكن من تمكين هذا النوع من البنى التحتية التي نحن نحتاج إليها. أعتقد أننا في إندونيسيا كنا باستخدام مجموعة 20 وكنا نحاول من خلالها أن نقوم بدعم القطاع الخاص مثلا على مشروعات الخاصة بالمناخ والتمويل المستدام. نحن نعلم أن هذا النوع من الموضوعات يمكن التعامل من خلاله إذا كنا نعمل كتفا إلى كتف. لذلك في خلال رئاسة
مؤتمر المناخ نستطيع أن نقوي الشراكة، وقمنا بتقديم تمويل قوي، لأنكم كما تعلمون أن هناك العديد من الرؤى المختلفة، ونحن نحتاج إلى أن نقدم نوع من الدمج ما بين التمويل ما بين قطاعين حتى يكون هناك جدوى وتفعيل ويعني نتيجة فعالة على الأرض. لذلك كنا نعلن بإندونيسيا أن يكون هناك أهداف مشتركة نستطيع من خلالها أن نستثمر كل أموالنا ونقدم منصات من مصادر مختلفة أخرى تمويلية من جانب قطاع خاص وأيضا مصارف ائتمانية متعددة أطراف، وحتى يتمكنوا من تقديم عدد من الأطروحات حول مثلا الاستثمار فقط في هذه المشروعات أو إلى المشروعات الأكثر تعقيدا، أم أن يكون هناك دمجا ما بين المشروعات المختلفة من خلال تقسيم المخاطر وتحمل المخاطر. هنا يأتي الدور الرئيس لهذه المشروعات والتي يمكننا أن نتحدى التحديات ونواجه التحديات. لذلك أثناء مجموعة العشرين أعلننا بإندونيسيا أن هناك آلية لانتقال الطاقة والتي تحدثنا خلالها حول كيفية أن نقوم بتمويل الانتقال نحو الطاقة بإندونيسيا بإجمالي 2 مليار دولار. وأخيرا كما أوضحت في كلمتي الافتتاحية، القطاع الخاص دائما ما يشارك من خلال الأسواق الكبرى ويحتاج إلى أن يروا إذا كان هناك تمويل لخطة تعامل مع قطاع مع تغير المناخ. لذلك نحن في إندونيسيا نقوم بتعبئة التمويلات ومن خلال إطار عمل مثل تاكسونامي والنسخة الثانية من تاكسونامي والتي تقدم بوضوح ما هو نوع الاستثمار الذي نحتاج إليه والذي يتم اعتباره باستثمار أخضر أو استثمار أصفر أم استثمار أحمر. إذن هذه المجالات التي أعتقد المؤسسات والمصارف الائتمانية بالدعم مع بنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمكنهم أن يقدموا المزيد من الدعم للدول تواجه تحديات. جزيل الشكر لك سيدة سيريان، أعتقد أنك تطرقت لمزيد من النقاط الهامة، وكما ذكرت في حديثك أحد النقاط التي يجب على البنك الأسيوي أن يأخذ بعين الاعتبار في الدمج ما بين العملة المحلية والعملة الأجنبية حتى يكون هناك مزيد من الدعم للاستثمارات، لأن هذه أحد التحديات في كيفية تعبئة التمويلات من القطاع الخاص. وأعتقد أن البنك الأسيوي قد أخذ ذلك بعين الاعتبار في كيفية إتاحة الفرصة ودعم الفرصة للقطاع الخاص لزيادة التمويل. وسنستمع فيما بعد لمداخلة السيد جن، ولكن أولا دعوني أتحدث إلى معالي الوزير محمد شم. أعلم أنك تلقيت يعني قد تم تعيينك بمنصبك مؤخرا كوزير للمالية بتركيا وأنك محافظ تركيا لبنك الاستثمار الآسيوي، وأعتقد أنك أيضا يعني تخطو نفس الخطوات من الزملاء الوزراء الآخرون في شتى الدول وكيفية مواجهة التحديات وكيفية تحديد البرايفت سيكتور في تركيا بيلعب دور كبير جدا ومشاركته كبيرة، لكن برضو لو في إطار تعزيز مشاركة أكبر من القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ولو أنت بتطالب البنوك التنموية وخاصة البنك الأسيوي أنه يلعب دور أكبر، هنقول برضو إيه هي مقترحاتك وإيه هي يعني طلباتك للبنوك المتعددة الأطراف والبنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية أن هم يلعبوا بتشجيع القطاع الخاص في تحريك أموال أزيد في هذا الإطار للاستثمار في البنية التحتية. شكرا.
أولا أود أن أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتاز وهذه الضيافة الرائعة. من الواضح أن المصارف الائتمانية المتعددة ومواردها المحل والموارد المحلية ليست كافية لتلبية حاجات الاستثمارات في البنية التحتية، وبالتالي هذه قضية يجب أن نواجهها ويسهم فيها التمويل الخاص بالقطاع الخاص. منذ أكثر من عقدين استطعنا أن نجذب حوالي 50 مليار دولار في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، وكانت جميعها من القطاع الخاص. وأعتقد أن الأساس هنا يكمن في ضمانات الحكومة والتي تقدمها، وبالطبع يجب أن يكون لديك في هذه الاستثمارات المستدامة يجب أن يكون لديك أحد الأمور والسياسات المالية الواضحة المرتبطة بهذه الأمور. إن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف المخاطر، لأن القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل، وبصفة خاصة أثناء عملية الإنشاء. تعلمون هذه فترة مخاطر وفترة الإكمال أيضا فيها بها العديد من المخاطر، هناك العديد من المخاطر. إذا من المهم أن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يكون لديها حلول ابتكارية للتمويل. أنا أعلم أن الرصيد قد لا يكون كافيا بدرجة كبيرة لتقديم كل الأمور المطلوبة، ولكن المهم هو أن نقلل المخاطر، وهذا ما نسميه تعظيم الائتمان. ونحن نعمل مع العديد من الجهات وعبر العقود الماضية، وحصلنا على الكثير من التمويلات ومن الدول مثل اليابان ومن كوريا. وأعتقد أن السبب وراء نجاحنا في جذب هذه الأموال كان مرتبطا بالسياسات المالية التي تم تطبيقها في العقود المالية، ولكن أيضا كان هناك مساعدة من الائتمانات الحكومية، وهذا كان معينا جدا. وأيضا تم العمل في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والمشاريع الرعاية الصحية، وتم تحقيق نقلة كبيرة. وفي العام الماضي قمنا بدفع 97 مليار دولار في استثمارات البترول والغاز، وأيضا نحن نركز بشكل كبير على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، وهذا سوف يساعدنا في تحقيق هدف صفر انبعاثات، وحتى يكون لدينا استقلالا عن استيراد منتجات البترول والغاز. والجانب الآخر الذي نركز عليه هو أن نعمق الأسواق رأس المال المحلية، وأن يكون لدينا أصول محلية يمكن توجيهها، وأن يكون لدينا أيضا خطط للمعاشات، لأن تعلمون هناك موارد طويلة الأجل، وهذه الأموال الخاصة بالمعاشات يمكن استخدامها. ولا أريد أن أكرر ما قاله زملائي السابقين، فإننا يجب أن نتعامل مع الاستثمارات الخاصة بالبنية الأساسية باعتبارها سندا طويل الأجل، وهذا يجب أن يكون هناك سياسات فاعلة ومناخ مناسب وتقليل للمخاطر، وهذا يساعد على نجاح جذب القطاع الخاص إلى هذه المشروعات. وأعتقد الوجود المحلي مهما جدا، لأنه حين يكون لديك وجودا محليا يمكن أن تحدد بعض المشروعات الخاصة بالبنوك بشكل سهل، وأيضا تستطيع أن تعمل مع السلطات، وتستطيع أيضا أن يكون لديك موارد محلية،
وهذا يشجع المصارف الائتمانية متعددة الأطراف لكي تقوم ببناء هذا التواجد المحلي في العديد من الدول، وأيضا التركيز على الضمانات الخاصة التي يمكن تقديمها لجذب الاستثمار. نعم، تقديم المزيد من الضمانات. هذا هو ما ذكره معالي الوزير محمد منشا. أعتقد أنك تعلم ما نتطلع إليه من خلال المصارف الائتمانية متعددة الأطراف، وكذلك ومن ضمنها بالطبع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. بالتالي فالسؤال إيه اللي هيعمله بقى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عشان يسهل مع كل التحديات اللي اتقالت قيام القطاع الخاص بأن هو يبقى عنده فرصة أكبر لتحريك أموال لأن هو يستثمر في البنية التحتية ويتحمل جزء أكبر في التنمية وفي يعني الفجوة الخاصة بتمويل البنية التحتية في كثير من دولنا. أنت عدد الدول عند حضرتك وصلت 106 دولة، وكل واحدة متطلعة إلى أنه البنك يقوم بدور في هذا الإطار، فهيكون ردك كيف على هذه التطلعات؟ شكرا، شكرا جزيلا، ونقدر التعاون مع القطاع الخاص وشركائه باعتبارهم شركاء أساسيين، ونحن نعمل على مدى 8 سنوات ونرى الأمر بشكل أوضح. ونعتقد أن هناك مشاعر ومتطلبات وشواغل خاصة بالقطاع الخاص فيما يتعلق بالتعامل مع المصارف الائتمانية. حين بدأنا بوضع المفاهيم الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فكرنا منذ البداية في وبدعم الجميع، فكرنا في بمشاركة مصر، فكرنا بأن نكون مناسبين ونتوائم مع القرن 21، وهذا البنك يجب أن يقدم فرص للقطاع الخاص والقطاع العام، وأن يكون هناك ضمانات سيادية تساعد في تقليل الضغوط على الحكومات. بدءا من اليوم الأول فإننا نعمل على هذا الأساس، ونعمل من خلال فرعين القطاع العام والقطاع الخاص، ونعمل لدينا فرق متعلقة بالتمويل الخاص بالقطاع العام، وأيضا لدينا الجانب الخاص بالتمويل السيادي. وبالتالي فإننا نفهم بشكل كامل الأهمية التي يجب أن نليها إلى حشد التنمية الخاصة بالقطاع الخاص. وأولا فإننا نفهم أن القطاع الخاص يفكر بشكل عملي، وحين نعمل في أي دولة ومن خلال بيئة جيدة للأعمال فإن تسهيل الأعمال يكون أمرا مهما جدا. السياسة التنظيمية يجب أن تكون قائمة على التوقع، إذا حدث أي تغير يجب أن يكون هذا التغير للأفضل حتى يستطيع القطاع الخاص بالتالي أن يشعر بالارتياح. نحن هنا ويكون لدينا حوارات دائمة ومستمرة مع الدول التي نتعامل معها لكي نفهم ولكي نرى كيف يمكن أن نعمل معا حتى نوفر هذا المناخ المناسب للأعمال والذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة. إذن التوقع، ونحن نفهم أن رجال القطاع الخاص يرغبون في اتخاذ المخاطر ولكنهم مترددون في التعامل معها بشكل مفاجئ. إذن هذا ما نقوم به. ثانيا، هناك الكثير من المشروعات الواعدة لدى القطاع الخاص، ولكن في الكثير من الدول منخفضة الدخل تكون هذه المشروعات صعبة وتبدو مكلفة. إذن فنحن نعمل معا ونقدم تمويل طويل الأجل والتمويل قليل التكلفة حتى يستطيع
أصحاب القطاع الخاص أن يشعروا بالارتياح. والجانب الثالث هو أننا نحاول أن نتيح لمستثمري القطاع الخاص لأن يكون لديهم استثمارات قطاع خاص باعتبارها أصولا. وأثناء القيام بذلك فإن القطاع الخاص يكون لديه القدرة على القيام بالأعمال بشكل جيد، ولدينا إدارة استثمارية ونفهم أننا نفهم أن التمويل هو المنصة التي تستطيع أن تساهم بشكل كبير في مشروعات البنية الأساسية، ونسمح للمستثمرين أصحاب المؤسسات أن يشاركوا بشكل كبير كونهم من مستثمري القطاع الخاص. وبالتالي فإننا نفهم أهمية وجود استراتيجية يتم من خلالها تحقيق حوالي 50% من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وبالتالي فإننا نستمر في العمل ونعمل مع القطاع العام والقطاع الخاص لكي نفهم كلا القطاعين بشكل أفضل، وأن نحاول أن نضع سياسات واستراتيجيات تمكننا من العمل معا حتى نخلق مستقبلا أفضل للجميع. وشكرا. شكرا سيد جين.